نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس رسالة مصورة لجندي إسرائيلي أسير لديها. رسالة هذا الأسير تتلخص باستجدائه جيش الاحتلال النظر في مصيره ومصير من هم معه في الأسر. ياسي أبو عمان جيتو بعد ما تاني متسابو بشوية أني بخضر بخضر الشنوط خد مع الكبع عرفوا إيه مدينة دوام إسرائيل من قرالين للمزيد حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من غزة الدكتور شرحبيل الغريب المحلل السياسي. أهلا بك دكتور شرحبيل. ما هو ربما غرض أو أغراض حركة حماس من نشر هذا الفيديو؟ مساء الخير أستاذ طارق وتحية لك وللسادة المشاهدين. يعني في تقديري هذا الفيديو جاء في توقيت مهم جدا، انتهاء مهمة رئيس الأركان السابق كوخافي وتسلم وزير أو رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد هرتسو هيلفي لمهامه. هي رسالة وقنبلة أرادت تفجيرها حركة حماس على طاولة رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد، خاصة بعد ربما إعلان كوخافي فشلوا في إنهاء وإغلاق هذا الملف واعترافه الصريح بأن هناك يعني مفاوضات جرت في هذا الملف. التوقيت أيضا يأتي بالتزامن مع مظاهرات تخرج ضد حكومة بنيامين نتنياهو، هذا يعني سيشكل يعني تحريض أكبر من قبل الشارع الإسرائيلي على ملف عالق منذ عام 2014 وما زال حتى اللحظة. وبالمناسبة عندما أعلن كوخافي أن المفاوضات توقفت بسبب الانتخابات الإسرائيلية هذا غير دقيق، يعني حتى متابعتنا عن قرب لمثل هذا الملف هي توقفت لأنه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود وإسرائيل رفضت قبل شهرين تقريباً من دفع أو الموافقة على إفراج عن بعض الأسماء من ذوي المحكوميات العالية، لهذا السبب توقفت الصفقة. واليوم هذا الفيديو أبراهام منغستو يعيد الملف التبادل إلى الواجهة من جديد. وفي تقديري ربما المتابع للشأن الإسرائيلي نتنياهو قبل أيام طلب من يائر لبيد بشكل رسمي بتسليمه ملف التفاوض والتبادل مع حركة حماس، وأخبر يائر لبيد بأنه رئيس هذا الملف قدم استقالته بعدما فشل في إنجاز اختراق وإغلاق هذا الملف. هذا يعطي مؤشر بأنه اليمين الإسرائيلي معني ربما بإغلاق هذا الملف، ونتنياهو شخصيا يعني يريد أن ربما يبيع هذا الملف للرأي العام الإسرائيلي على قاعدة بأنه ملف طالما أنه بدأت مفاوضات فيه إذن هناك إجماع داخل المؤسسة الإسرائيلية العسكرية، وبالتالي هذا الحراك ربما وهذا الفيديو سيعيد الحديث إلى الواجهة من جديد وربما يعطي ضوء أخضر باستئناف المفاوضات مرة أخرى. طيب لكن في المقابل ألا تعتقد أستاذ شرحبيل بأن ربما بتركيبة هذه الحكومة الأكثر تطرفا سيكون من الصعب على بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة أو من يدير هذا الملف أن يقدم أي تنازلات أو يبدي أي مرونة في ملف تبادل الأسرى؟ في تقديري عدد من مستشاري نتنياهو وهذا تم تسريبه قبل أيام على الإعلام الإسرائيلي بأنه نصحوه بأن ضرورة وأهمية إنهاء مثل هذا الملف وإغلاقه في عهد يعني ترأسه لهذا الائتلاف الحكومي. القضية الاعتراض اليمين الإسرائيلي في تقديري يعني أكثر شخصيتين يمكن أن تشكلا عقبة بن غفير وسيموتريتش. في تقديري ما أخذوه من امتيازات وما أخذوه ضمن هذا الائتلاف الإسرائيلي هو أكبر بالنسبة لهم وأهم بشكل كبير من أي صفقة تبادل يمكن أن تبرم، وبالتالي لن تكون هذه معضلة طالما أن الجيش الإسرائيلي موافق والمؤسسة العسكرية موافقة. في تقديري سيستطيع نتنياهو تدجين هذه الشخصيات وتجاوز هذا الموضوع ومحاولة الاستمرار ويعني استكمال ما بدأوا المفاوضات في عهد كوخافي،
هذا يعطي مؤشر واضح ربما بأنه يعني على مدار التاريخ كل الصفقات أبرمت مع اليمين لم تبرم مع اليسار أو الوسط، وبالتالي جعجعات والتهديدات الليكود واليمين المتطرف هذه لن تؤثر في تقديري إذا ما كان هناك قرار داخل المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية بالمضي قدما في ملف بدأت فيه مفاوضات في القاهرة قبل شهرين. وحتى الإعلام الإسرائيلي يقول إنه هناك يعني الأردن ومصر تريد بلورة موقف تجاه استئناف مثل هذا الملف، يقصدون صفقة التبادل، وبالتالي هذا كله سيشكل دافعية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنه من يعني استطاع حل ملف جلعاد شليط وأبرم صفقة التبادل مع حركة حماس قبل أعوام هو بنيامين نتنياهو شخصيا، وبالتالي اليمين المتطرف لن يكون عقبة طالما هناك غطاء وقرار من المؤسسة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الإسرائيلية بشكل أساسي. طيب، كان هناك تحذير لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار من أن حركة حماس ربما ستغلق هذا الملف إلى الأبد، مسألة صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، إذا لم يجري إحراز تقدم في هذا المفاوضات بموضوع المفاوضات، كيف سيكون ذلك الإغلاق من قبل حماس لهذا الملف إذا لم تتجاوب حكومة بنيامين نتنياهو للمفاوضات ولما يطرح من شروط؟ يعني إغلاق هذا الملف عندما لوح السيد يحيى السنوار في هذا الموضوع كان نابع من خلال أو انطلاقا من المماطلة والتسويف الإسرائيلي اللي عمره من تقريبا من عام 2014 وما زال مستمر. هو المفاوضات الجدية ربما بدأت منذ أشهر برعاية مصرية. إغلاق الملف يعني مثل ملف رون أراد وغيرهم من الجنود اللي طويت الصفحة و يعني أصبحت المقاومة ترفض الحديث حتى مع أي وسيط أو عبر الإعلام في هذا الملف، وكانت حماس واضحة بأنه ستعمل على أسر مزيد من الجنود حتى ترضخ الاحتلال الإسرائيلي إلى الجلوس ودفع ثمن. هكذا يعني ربما يعني يمكن أن أفسر تلويح السيد السنوار بإغلاق هذا الملف إذا ما استمرت إسرائيل بالمماطلة والتسويف ورفض دفع الثمن. وبالمناسبة ما جاء في هذا الشريط أفرام منغستو اليوم عندما يقول بأنه أنا ويعني زملائي أو أنا والأسرى، هذا يعطي دلالة واضحة بأنه هو أيضا موجود مع أسرى من الجنود الإسرائيليين، وبالتالي هذا يرفع كلفة سقف أي تفاوض يمكن أن يعني يستأنف في المرحلة القادمة إذا ما يعني شكل بنيامين نتنياهو رئيس لهذا الملف وأعطى الضوء الأخضر باستكمال ما صرح به كوخافي رئيس الأركان السابق. لكن هذا الفيديو ربما أيضا يظهر لإسرائيل ولمعلومات جديدة حول هذا الأسير، وأشرت إلى أن هذا الأسير الذي ظهر في الصورة يتحدث عن أسرى معه، لماذا ربما اختارت حماس هذا الأسير بالذات أن يقوم بنشر الرسالة إلى إسرائيل ويخاطب دولة الاحتلال بأن يستجديهم التدخل وفك أسرهم إنجاز التعبير؟ يعني ربما اختيار حماس لمثل هذا الجندي معروف لأنه هو هذا الجندي دخل إلى قطاع غزة عبر الحدود وبالتالي تم أسره من قبل المقاومة الفلسطينية أو من قبل حركة حماس بشكل خاص. هذا الجندي حقيقة دخل وهو حي معروف، وهذه معلومة يعني معروفة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الاختيار من أجل أن يعني عدم تقديم معلومات مجانية عن مصير الجندي الأسير شاول أرون أو حتى الضابط هادار جولدن أو الآخرين، ربما هناك حديث أيضا عن غيرهم جثث لدى حركة حماس، وبالتالي هذا الملف باعتباره صندوق أسود، وبالتالي اختيار هذا الجندي لأنه معروف مصيره ومعروف كيف دخل وهذه المعلومات مكشوفة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هدف حماس الأساسي تحريك هذا الملف، توجيه صفعة لكخافي اللي فشل في يعني حل هذا الموضوع على مدار أكثر من 7 سنوات، وبالتالي اليوم يأتي رئيس أركان جديد وحماس تقول له أمامك فرصة لاستئناف واستكمال المفاوضات، وبالتالي هذا الفيديو مقصود وبشكل أساسي مهم من حيث التوقيت
اختيار الجندي ليس عبثا. هناك حماس قالت أنها لا تقدم معلومات مجانية للاحتلال الإسرائيلي إلا بثمن وبثمن كبير. طيب اليوم هناك رئيس أركان جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي. حماس وباقي الفصائل أستاذ شرحبيل في قطاع غزة، ماذا تتوقع من كيف ستتصرف ربما حكومة بنيامين نتنياهو مع القطاع؟ يعني في تقديري هناك يعني رؤية وتحديات كبيرة تفرضها هذه الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الواقع الفلسطيني ككل، ليس في التعامل مع قطاع غزة بشكل أساسي. نحن نتحدث عن برنامج لهذه الحكومة، جملة من الاتفاقات لائتلاف حكومي. برنامج الحكومة هذا برنامج يعكس العنصرية والفاشية الإسرائيلية بصورتها وبأوضح صورها. نحن نتحدث عن قضايا معلنة، قضية تغيير الواقع في القدس، وبالمناسبة هذا الموضوع يشكل مسألة يعني مشكلة كبيرة للمنطقة كلها. اليوم الأردن بحكم الوصاية الهاشمية أيضا تعترض بشكل أساسي على أي تغيير يمكن أن يحدث ويفجر المنطقة. تعهدات وحالة التحريض اللي بدأها بن غفير وسيموتريتش، هناك ملفات ساخنة. نحن نتحدث عن تحديات كبيرة تتعلق بالجليل، بالنقب، بواقع المسجد الأقصى وتغيير الواقع فيه، الضفة الغربية والاستيطان العشوائي وحالة الضم الكبيرة. كل هذه الملفات تعتبر بؤر ساخنة وقابلة للاشتعال في أي لحظة. وبالتالي تقديرات الفصائل الفلسطينية اليوم ليست تقديرات بأنه المشهد سيكون بارد مع قطاع غزة، لأنه عنوان المواجهة مع هذه الحكومة هو الانفجار والتصعيد، لأنه هذه الحكومة تحمل برنامج عنصري فاشي ضد الشعب الفلسطيني كله، ضد أرضه، ضد مقدساته، ضد كل مكونات الشعب الفلسطيني. وبالتالي التقديرات اليوم في قطاع غزة بأنه أي بؤرة يمكن أن تنفجر فيها مواجهة، صحيح أنه بن غفير اقتحم الأقصى وتم تجاوز هذا الحدث ضمن ضغوط أو تدخلات، لكن لا أحد يضمن أن تنفجر الأمور في النقب أو في الجليل أو حتى في الضفة الغربية. وبالمناسبة قطاع غزة لن يكون بعيد عن هذه الأحداث، لأنه لم يعد عنوان الانفجار في قطاع غزة الملف الاقتصادي أو الإنساني بقدر ما هي القضايا الثوابت الوطنية مثل القدس والأسرى والاستيطان وحالة التغول الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني غير المسبوقة. أنا أشكرك من قطاع غزة شرحبيل الغريب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.